يلا عادي انا اتحمل الذنب يلا. لا يا اخي لا 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 يا هلا والله، كيفكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. مره وحشتوني من الفلوج اللي فات. طبعا الفرق بين الفلوجين يعني هيكون حالي اسبوع، انا كل اسبوع ان شاء الله بطلع فلوج واحد او فيديو واحد كل اسبوع. هحاول قد ما اقدر انه ايش التزم بالمواعيد، ومن فضلك وخر من قدامي. الحين رايح اتقابل مع مؤيد وانمار وسوشيال ميديا انفلونسرز مره كبار، يعني يوتيوبرز، ومو بس اي احد، يعني ناس مشاهير مره. يعني طبعا انا برضو مشهور، يعني امزح بس والله. رايحين نصور فيديو حق مؤيد للمليون سبسكرايبر حقونه، فاحنا كلنا مره فرحانين معاه، فخورين انه هو وصل للمليون. طبعا الحين انا داخل رايح حبي بنزين، اروح عند مؤيد، اروح عند مؤيد على انمار، والله ما اعرف. الزبد ان احنا الحين نتقابل وهنصور، وهحط لكم مقطع الحين من الهايبان، وكمان هوريكم ايش اللي بيصير during الفيلمينج وهذا كله. هيكون فلوج حقي كده خبيص، هحط لكم مقطع يا اما الحين يا اما بعدين، هنشوف. بس I hope you enjoy، واشوفكم كمان شوية. Peace. طيب احنا الحين معانا اللقطة الاولى، هنتصور هنا في الليمو. الليمو هذه هنحتفل بيها ال 1 مليون. طبعا انتوا شفتوا الفيديو كله عند مؤيد. يا سلتي يا سلتي اللي بنصور، يا سلتي خربت علينا الله يهديك. يلا خرب عليك. طيب يلا باي. يو سو كول، مرة خطيرة. طب انا هقعد هنا ورا عشان انا بس، ترى انا كده قاعد واقف، مو قاعد بس واقف. اوف اوي خلاص انا ارتاح كده. شوفوا كيف الفيو عندي خلاص، يعني مؤيد هيجي يقعد. ما سويت شيء والله، مو انا طقعد لوحدها. انا انفجعت. قاعدين نصور اللقطات حقت مؤيد، فمستنين بس يخلص كم شيء الحين، وهنرجع نصور جوا هنا في الليمو. فشوفكم. رايحين الحين لوكيشن نمبر 2، بنصور كل شيء. هم طبعا قاعدين يحتفلوا ورا، بس انا قاعد طفشان قدام مع الدرايفر. شكل الفيوز من جوا، ما حد شايفنا. انا قاعد انا اصرخ عليهم، اخبط على القزاز، ما حد بيطلع فيا. I feel so alone. خلاص هبط البكاء. باي. خلصنا تصوير المقاطع المعينة الحين، ورايحين نجيب الأكل عشان الأذان كمان دقيقتين بالظبط. هم مزدوجين. رجعان. يا أخي. رجعان برضو؟ والله مرة. يعني إحنا الحين معانا ناس مرة، يعني أكبر يوتيوبرز في جدة موجودين هنا معانا. براون تي في، بيج مو هنا، وشيع، أنمار، ومعانا ميشا، ومعانا مؤيد. طبعا كلنا هنا بنجهز نفسنا عشان اللقطات اللي جاية. هلا والله. لا جولة حبيبي بنصح يعني. الحين طبعا بين اللقطات بناكل بيتزا. انا ما اعرف ليه اعطيتها من هنا، بس يلا. وصلنا الحين لوكيشن نمبر 2 في الليموزين، وصلنا وجاهزين نوريكم لوكيشن نمبر 2.
هذا كله للمليون حقت مؤيد قاعدين نصوره. طالعين الحين باخر الحين كلها انوار زي ما انتم شايفين. هنحتفل المليون حقت مؤيد. مبروك مؤيد على ال1 مليون حقتك. بنشوفك الحين. الحين ناكل يا شباب. ناكل ايه يا عمي؟ فين الدايت؟ يا اخي اوف اوف اليوم اوف. ما في اوف لا. لازم ما خذ. اسمع اسمع خليه يذوق بس يذوق. ما في دوار يشم بس يشم. طيب يلا طيب يلا يلا نخليه يشم. تعال تعال تعال. لا 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 حرام والله حرام والله حرام. مو قصدي شيء. يلا يلا عادي انا اتحمل الذنب يلا. لا يا اخي لا 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 والله جيد يا برو دقيقة شوف والله لذيذ. قلت لي تبغى تذوق خليتك تذوقها. يلا يلا لا تنسى باقي كم يوم على التحدي حقك. بنصارة يا زفت. خلاص بنخلص اخر كم لقطة الحين ومبروك مؤيد على ال1 مليون. اشوفكم بعدين باي.